انا عندي سؤال يا اخي، الدوله من الاول حاشمه باش تقول للمعهد هذا طلعت لهم الفكره راهو نقبلوا كان سيونتيفيك ولا لي تيغير مانيش باش نقبلوهم. يعني انا ساعات والله بالحق يا برهان ساعات نحس الدوله تتعامل معنا بمنطقه نتاع شماته. يعني الناس هذوما زويوله وربي يعلم بهم ربي، والوالدين ينحيوا من لحمهم باش يحطوا لصغارهم، وهما التلامذه هذوما ولا الطلبه هذوما في القروان غاديك يجوا هالجهات المجاوره سيدي بوزيد ومتغربين على ديارهم وغيره والكل. ومن بعد ما يقراوا تجي تقول لهم لا رانا ما عادش حشنا بكم انتوما فوزيت دي ليتيغير، نحنا حشنا كان بالسيونتيفيك. لهناش شحب تعمل الدوله بالحق؟ شو هو المساج اللي تحب توصله للطلبه هذوما وللشباب؟ تعطيه شهادته وخليه يمشي. وضع اقتصادي متردي، وضع اجتماعي متردي، الناس تخنقت، امورنا النفسيه في حاله والكل، وتزيد شباب يعني يحاول باش يلقى فرص انه باش يخدم، ربي يحس روحه ما نجحش في حاجه مش يحب يبدل حاجه اخرى، ولكن في الاخر تعرف وزاره التعليم عالي. شفت مع احترامنا وتقديرنا واحنا نتمناو انه يتحل الاشكال هذيا. الشبيبة هذوك اللي ربي يعلم عليه كيف يقرا في القروان ومشى كراه من اخر الدنيا باش ياخذ كل الشهاده نتاع التمريض، وانا متاكد ان جزء كبير بهم باش يمشي بها لايطاليا خاطر مطلوبين، باش يمشي بها لفرنسا المانيا اوروبا الكل طالبه، والخليج والخليج طالب كذا. هذاك يتحرم، اما باش تفسر له كي وزير تعليم عالي ثلاث سنين التالي وكان وزير تعليم عالي ومسؤول علينا هج وتوا عايش في كندا.